السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد تمارين على الترجمة. ترجمة نوعين، يا إما translate into Arabic ترجم إلى اللغة العربية، يا إما translate into English ترجم للغة الإنجليزية. هنقرأ الأول الجملة: All parents should have an effective role in pushing and encouraging their children to share in their country's progress. هناخدها واحدة واحدة الأول، بعدين نكتب الإجابة بشكل كامل. All parents يعني كل الآباء، should ينبغي أن أو يجب أن، have يكون لهم، an effective role، effective مؤثر، role دور، in pushing يعني في دفع، and و encouraging تشجيع، their children أطفالهم، to share ليشاركوا، in their country's progress يعني في تطور دولتهم. يبقى الإجابة كاملة، كل الآباء ينبغي أن يكون لهم دور مؤثر في دفع وتشجيع أطفالهم ليشاركوا في تطور دولتهم. الجملة الثانية: There is no doubt that the reform of education is a must, even if we spend billions of money on it. There is no، لا يوجد، doubt، شك، that، أن، the reform of إصلاح education التعليم is a must واجب أو ضرورة، even if حتى لو we spend ننفق billions of ملايين من أو مليارات من money الأموال on it عليه. يبقى منيجي نقولها على بعضها نقول there is no doubt that، لا يوجد شك أن، the reform of education إصلاح التعليم is a must واجب أو ضرورة، even if حتى لو we spend billions of money on it أنفقنا مليارات من الأموال عليه. الثانوية ثلاث حاجات: التزام وجد واجتهاد. الإنجليزي في الثانوية العامة هو أسهل مادة هتقابلها سواء في أولى أو تانية أو تالتة. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. والجملة رقم ثلاثة: We should consider money a means and not an end. That's why we shouldn't collect money only but invest it in useful projects. We should، يجب أن، consider، نعتبر، money، المال، a means، وسيلة، and not an end، وليس an end، غاية. كلمة end معناها نهاية، ولكن على بعضها كده وسيلة وليس غاية. That's why، ولهذا السبب، we shouldn't، لا ينبغي علينا أن، collect، نجمع، money، المال، only فقط، but، ولكن، invest it، نستثمره، كلمة it عادة على المال، invest it، نستثمره، in useful projects، في مشروعات مفيدة، in useful projects، في مشروعات مفيدة. جملة رابعة: For children، parents provide a model for how disagreements should be resolved in close relationships. For children، يعني للأطفال، parents، الأباء، provide، يقدموا، a model، نموذجا، for how، لكيفية، disagreements، الخلافات، should be resolved، يجب أن تحل، in، في، close relationships، العلاقات الوثيقة أو القريبة. يبقى يقدم الأباء نموذجا للأطفال لكيفية حل أو كيفية يجب أن تحل الخلافات في العلاقات الوثيقة. جملة رقم خمسة: Some adults، بعض البالغين، and teachers may think young people want to spend all of their time using social media. But a recent survey shows that may not be true. Some adults، بعض البالغين، and teachers، والمدرسين، may think، قد يعتقدوا، أن، young people، الشباب، want to، يرغبون أن أو يريدون أن، spend، يقضوا، all of their time، كل وقتهم، using، في استخدام social media، التواصل الاجتماعي. But، ولكن، a recent survey، يعني دراسة حديثة، a recent survey، يعني دراسة حديثة، shows that، توضح أن هذا، may not، ربما لا، be، يكون، true، حقيقي أو صحيح. اللي عارف معنى الكلمات دي يكتبها في كومنت. يعني إيه كلمة حتى لو؟ يعني إيه دفع؟ يعني إيه أباء؟ يعني إيه إصلاح؟ اللي عارفهم يكتبهم في كومنت. و
واللي عايز فيديوهات اكتر للترجمه يكتب كومنت وانا بعت له اكتر من رابط لفيديوهات الترجمه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.